مصرين على رابع المراكز هناك وخامس المراكز ما شاء الله. هكذا كانت النتيجة والتنافس، ولكن هناك نوف ناصر بن شافي القحطاني، تهانينا والناموس والسلام إلى المملكة العربية السعودية. يتواصل وبالأخص إلى نجر. ينطلق خامس الأشواط مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام بتواصل الزميل حمد بن طويرش الوهيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، شكرا للزملاء على التواصل. وهذه انطلاقة خاصة، الانطلاقة الخامسة الخاصة لسن الجعادين. الإذاع المسافة المقررة هي 6 كيلومترات. انطلاقة سليمة، انطلاقة موفقة. أهني كل الأخوة الفائزين، التهنية لمحمد بن زايد المنصوري، والتهنية كذلك للسيد محمد بن علي بالسعودي الكتبي على الأشواط الأولى الرئيسية. أحاول أن ألحق بمقدمة هذا الشوط وأرى من هناك في المقدمة ومن في صدارة هذا الشوط الذي يتحمل جموع قيادة المشاركين. فهذا هو المقدمة عند مليبطي الشامسي في مقدمة هذا الشوط. يليه مباشرة هناك الظبي للسيد سالم بن سهيل بالويع بالدحبق العامري مع المركز الثاني. انتقل الى المركز الثالث، هناك التدخل القوي من ايضا من قبل هملول مبارك بن محمد بن نصره العامري مع ثالث المراكز. وايضا هنا مشهور راشد بن احمد بن سعيد الرميثي مع المركز الرابع. وخامسا هناك شاهين عبد الله بن سعيد بن زهره الخيلي مع المركز الخامس. النداء الاول ايها الاخوه الكرام للخمس المراكز الاولى المتقدمه، واعود الى الصداره، اعود الى المقدمه. 33 اسم مشارك في هذه المسيرة. أعود إلى مقدمة الشوط وإلى مليح اللي في المقدمة في صدارة هذه المسيرة، السيد هدي بن بطيء الشامسي مع المقدمة، بينما يليه مباشرة هناك الظبي سالم بن سهيل بالويع بالدحبه العامري مع المركز الثاني. وثالثا هناك مشهور للسيد راشد بن حمد بن سعيد الرميثي مع ثالث المراكز. رابعا هنا الوصول من هملول مبارك بن محمد بن نصره العامري مع المركز الرابع. وخامس المراكز هنا ايضا شاهين عبد الله بن سعيد بن زهره الخيلي مع المركز الخامس. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، أعود عند مليح أهدي بن بطي الشامسي في مقدمة هذا الشوط وفي الصدارة وهو متحمل هذه القيادة. أنتقل إلى المركز الثاني وإلى الظبي سالم بن سهيل العامري مع ثاني المراكز. وفي المركز الثالث هناك أيضا صيحان سعود بن شاكر بن زيد الشريف مع ثالث المراكز. وفي المركز الرابع هنا ايضا مشهور راشد بن احمد بن سعيد الرميثي مع المركز الرابع. وفي المركز الخامس فهناك هملول للسيد مبارك بن محمد بن نصره العامري مع المركز الخامس. اذا خمسة اسماء، خمسة شعارات، خمسة مشاركين على المقدمة والتغطية المتواصلة، وهذه اللقطات الرائعة من مخرجنا المبدع. دائما اعود الى المقدمة، اعود الى الصدارة، اعود الى مليح. هدي بن بطي الشامسي هو مالكا لهذا المميز على مقدمة هذا الشوط، والملاحق أيضا والضغط القوي من قبل الظبي سالم بن سهيل بالويع بالدحبه العامري مع المركز الثاني. وهناك ثالثا مصيحان سعود بن شاكر بن زيد الشريف مع المركز الثالث. وفي المركز الرابع هناك مشهور راشد بن احمد بن سعيد الرميثي مع المركز الرابع. انتقل بدوري الى المركز الخامس والى شاهين عبد الله بن سعيد بن زهره الخيالي مع المركز الرابع او الخامس. اعود الى المقدمه، اعود الى الصداره،
الخمس المراكز الأولى المتقدمة، الجائزة النقدية الثمينة التي تنتظر الفائزين الخمسة الأولى هناك. ولكن لا زالت الأمور، لا زالت الأمور، لا زال الهدوء الذي يسبق العاصفة القوية في الأمتار الأخيرة هناك. أعود إلى مصيحان وأعود إلى مليح وأعيد أعود إلى الكثير والكثير من الأسماء المشاركة مثل الظبي وغيرهم ومصيحان في المقدمة، ولكن القيادة عند مليح اهدي بن بطي الشامسي هو في المقدمة والملاحق أيضا، والضغط القوي من قبل الظبي، وتعود ملكية الظبي للسيد سالم بسهيل بالويعة العامري مع المركز الثاني. وفي المركز الثالث هنا أيضا وصول من مشهور راشد بن أحمد بن سعيد الرميثي، وفي المركز الرابع هناك أيضا صيحان سعود بن شاكر بن زيد الشريف مع المركز الرابع، وفي المركز الخامس هنا أيضا وصول من شاهين عبد الله بن سعيد بن الخيالي مع المركز الخامس. إذن الأسماء لا زالت، المشاركين في هدوء والانعطاف الأخير وال المقدمة. الله 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 الله، بدأ زحف الهجوم، بدأ الهجوم من الخلف، المراكز تلاحق الخمسة الأولى. ولكن أعود أعود عند مليح، أعود عند الشامسي، الشامسي على رأس الحربة، وبدأت الحرارة ترتفع، بدأت الأوامر، بدأ التركيز من المتابعين أيضا يتابعون هذا الحدث على الهواء مباشرة عبر جائزة زايد الكبرى الناقلة هنا في هذه المسيرة، هي قناة أبو ظبي الرياضية التي تنقل هذا الحدث الرائع والمبدع دائما. هذه أيامنا، هذه عاداتنا، هذه تقاليدنا، الدعم المستمر، لا نستغرب شيئا في دار آل هيان الكرام. حفظكم الله يا الله، ويغفر الله لموتاكم يا الله، يغفر لمن رفع هذا الاسم وشيده لنا في دولة الإمارات وفي أبو ظبي خاصة، زايد بن سلطان طيب الله ثراه. أعود إلى المقدمة، أعود إلى مليح، أعود إلى الناموس، أعود إلى التهاني. هنا هدي بن بطي الشامسي في مقدمة هذا الشوط، والضغط القوي يا سلام. المركز الثاني الظبي سالم بسهل بالويع العامري مع المركز الثاني، وهناك أيضا مشهور راشد بن أحمد بن سعيد الرميثي، وفي المركز الرابع أيضا هنا الجاهين عبد الله بن سعيد بن زهرة الخيالي، واسم جديد، اسم جديد، اسم الحنيش، محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي. يا سلام يا أهالي الغربية، يا سلام يا أهالي العاصمة على هذا التميز دائما. هنا أيضا تدخل قوي في هذه اللحظات أيضا من قبل السنافي سلطان بن إبراهيم المحمود، يتدخل إلى المركز الرابع. ولكن أعود، أعود عند المقدمة، أعود عند القوة، أعود عند الإثارة، وعند الظبي، عند الظبي، وعند هناك أيضا مليح من جانب الأخر هدي بن بطي الشامسي، وأيضا هنا الظبي سالم بسهيل بن وعبد الدحبة العامري اللي استطاع أن ينتقل إلى المقدمة، ولكن الحنيش، ماركة الحنيش، وهناك سلطان بن إبراهيم المحمود مع المركز الثاني. يا له من شوط، أربعة مراكز متقاربة جدا من بعضها البعض، وأيضا هناك من الجانب الآخر هناك مليح هدي بن بطي الشامسي، ولكن هذا الشوط أعود إلى المقدمة، وإلى هناك الظبي سهيل بن سالم بالويع بن الدحبة العامري مع المقدمة، وسلطان بن إبراهيم المحمود هنا سنافي بالفعل اسم العلم سمى، ولكن عاد مرة أخرى مليح، مليح وسنافي، مليح مليح مليح. يا سلام، ناموسك بمليون ناموس، ناموسك بمليون ناموس في اسم جائزة زايد الكبرى وبحضور سمو الشيخ سلطان بن حمدان، هذا يعتبر فخر كبير. هذه لحظات الوصول، اللحظات الحاسمة، مليح وسنافي، مليح مليح مليح، تهانينا والناموس على هذا الفوز لهدي بن بطي الشامسي المركز الثاني. هناك هناك أيضا السنافي للسيد سلطان بن إبراهيم المحمود ثالث المراكز، هناك الظبي سالم بسهيل بن لعبة الدحب العامري رابعا، هناك الحنيش محمد بن سعيد عبيد المزروعي خامسا، مصيحان سعود بن شاكر بن زيد الشريف. هكذا الناموس، هكذا هو الفوز، ولحظات الإعادة من المخرج المبدع دائما. التوقيت هو 9 دقائق وثلاثين ثانية ثمانية أجزاء. التهنئة لمالك مليح هدي بن بطي الشامسي المركز الثاني، 9 دقائق 30 ثانية 9 أجزاء. أيضا التهنئة لمالك السنافي سلطان بن إبراهيم المحمود ثالث المراكز، قدم لنا الظبي عرض رائع، شكرا. هناك صار بسهيل بالويع بالدحب العامري 9 دقائق 31 ثانية 8 أجزاء. تهانينا والناموس أيها الأخوة الكرام لكل الأخوة الفائزين.